الحضارة العاترية، حضارة مغمورة سبقت ظهور فرنسا وحضارات ما قبل الميلاد بمئات آلاف السنين. قبل ظهور حضارة بلاد الرافدين والحضارة المصرية وحضارة بلاد السند والحضارة الصينية وحتى حضارة المايا والأنكا والأزتيك، وحتى قبل قيام الإمبراطوريات العظمى القديمة كالسومرية والأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية والفارسية واليونانية والرومانية والنوميدية والحضارة العربية طويلة الوجود، بل وحتى قبل ظهور دولة فرنسا إلى الوجود التي يدعي مؤرخوها ورؤساؤها أن الأمة الجزائرية ليس لها وجود، ظهرت إلى الوجود وبالضبط قرب موقع من مدينة بئر العاتر التي هي دائرة تابعة إقليميا لولاية تبس الجزائرية، حضارة في نهاية العصر الحجري القديم وبداية العصر الحجري الوسيط، والتي رجح أن تكون هي أم حضارة الطاسيني المنسية. الحضارة العاترية The Aterian Civilization تعتبر من أقدم حضارات الإنسان العاقل، إلا أنها لم يجرى نفض الغبار عنها بعد، حيث امتدت من الفطرة 145 ألف إلى 20 ألف قبل الميلاد، حيث تتميز بوجود أدوات حجرية متشابكة أو مضللة، وقد سميت بادئ الأمر بحضارة وادي الجبامة نسبة إلى الموقع الذي اكتشفت فيه أولى الحفريات، ثم بدل اسمها إلى الحضارة العاترية. في تلك الفترة كانت المنطقة عبارة عن جنة من الغابات المطيرة كثيفة الشجر وأنهار وينابيع كثيرة، دلت على التغير المناخي الرهيب الذي ضرب المنطقة في تلك العصور. تعتبر الحضارة العاترية أحد أقدم الأمثلة على التنوع التكنولوجي الإقليمي، مما يدل على التميز الكبير لصناعات الأدوات الحجرية القديمة المنطقة، وقد عرفت انتشارا واسعا وانبثقت منها عدة فروع حضارية صغيرة كالحضارة الوهرانية والقفصية والتجمع الحضاري الصغير في عين الحنش بولاية سطيف في الشرق الجزائري، ثم إلى كامل البلدان المغربية، بل وامتدت حدودها من المحيط الأطلسي بالمغرب إلى شمال السعودية ومن شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى شمال دولة تشاد. وقد عثر في بئر العاتر على أدوات حجرية كالصوان وبقايا رسوم ملونة على جدران الكهوف، كما تركت هذه الحضارة عددا من شواهد القمر المرسومة ومخلفات الحكام والملوك أثناء حكمهم للجهة. كما أن الإنسان في هذه المنطقة كان يستغل الحيوانات والحلزون ونباتات غار الدماء كغذاء له ودواء، ويستعمل خشب غاباتها لبناء المساكن وصناعة الأدوات. والجدير بالذكر أن كامل الدراسات التي تناولت موضوع الحضارة العاترية حتى الآن والتي تسنى لنا الاطلاع عليها تشير إلى أن الإنسان الذي صنع الحضارة المستيرية بأوروبا والعاترية بشمال إفريقيا هو الإنسان النياندرتالي. ومما يدل على تقدم هذه الحضارة أنه سنة 2012 تم اكتشاف 60 عظمين كبيرة عمره فوق 90 ألف عام في كهف دار السلطان الأول، وهو مصنوع أساسا من ضلع حيوان بحجم ماشية،
كما أن هناك دليل واضح من موقع وجد هناك أنه كانت توجد الحيوانات المستأنسة وربما حتى المستوردة. وترجع مصادر كثيرة إلى أن استحلال هذه الحضارة كان نتيجة لظروف بيئية قاهرة، حيث حدث جفاف مفرط في بئر العاتر خاصة والصحراء الإفريقية عامة، والذي حدث في وقت قريب من العصر الجليدي في أوروبا. ومنها هاجر الكثير من الصيادون والفلاحون العاتليين إلى مناطق عديدة، منها الطاسيلي الموجود في الصحراء الجزائرية وبعض مناطق إفريقيا الاستوائية وإفريقيا الساحلية، وبشكل أكثر تحديدا في الصحراء والساحل. وربما يكون العاتليون قد هاجروا جنوبا إلى غرب إفريقيا. على سبيل المثال بيو دينيفر، موريتانيا، السنغال ووادي نهر السنغال السفلي وتينسيس. إن بلاد الجزائر في فترة ما قبل التاريخ لا تقل شأنا عن مناطق العالم القديم، ذلك أن تفاعلات الإنسان الجزائري القديم كانت تدريجيا، بداية من صناعة النواة والفأس البيافسية الحجرية في العصر الحجري القديم، مرورا بصناعة السهام العاترية المذنبة وذلك في العصر الحجري الوسيط. وهذا ما يعززه العثور على مصانع الحضارة العاترية في العديد من المواقع الكثيرة التي كانت ضمن مجال هذه الحضارة العظيمة الغابرة. إن الأمر الذي يحسب على الجزائريين حكومة وشعبا بصفة عامة هو عدم اهتمامهم بتاريخ بلادهم، وعدم استغلال الإعلام ذلك القوة المواحقة التي تغير قواعد اللعبة في عدة ميادين بمجرد التركيز عليه جيدا ومحاولة الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، حتى يعرف كل من حجمه ويتوقف عن الكذب على التاريخ وتزوير الحقائق، خاصة من الدول الاستعمارية التي احتلت دول أفريقيا وعلى رأسها فرنسا التي لولا هذه الدول لصارت في خبر كان.